شمال المسجد الحرام. اليوم حنتكلم عن حارات مكة، وحنعرف إيش فيها من خبايا، فين المسميات هذه أصولها وفين مواقعها، وحنشوف بعض الصور اللي لها مدلولات عن هذه الحواري. نبدأ لقاءنا مع الدكتور سمير، حياك الله. الله يبارك فيك. ونبدأ رحلتنا في حواري مكة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي عليه الصلاة والسلام. من فين نبدأ؟ نبدأ من التاريخ، نبدأ من الحب، نبدأ من القداسة، نبدأ من أول أرض ارتبطت بالسماء، نبدأ من لبيك اللهم لبيك، نبدأ من الكعبة، نبدأ من زمزم، من الحطيم، من دار الندوة، دار السيدة خديجة، مولد سيدنا النبي، من الشامية، من الجرول، من حارة الباب، من الشبيكة، الـ12 حي هذه اللي كانت زي المعصم تحيط بمكة المكرمة. حتى قيل إنه مكة فيها تقريبا أكثر من 12 حارة. أقدم حارة من هذه الـ12 لا يقل عمرها الزمني عن 600 إلى 700 عام. طيب نبدأ بها. نعم. طيب لو بدأنا، قالوا طبعا المؤرخين إنه مكة تنقسم حاراته، هو الأصح لنستخدم كلمة حارات بدل حواري لغويا. حارة هي مكان تجمع مجموعة من الناس في مكان محدد. فقالوا 12 حارة هي معروفة، طبعا تأتي في مقدمتها ولأفضليتها هي سوق الليل، وألحقت بها طبعا القشاشية لأنه ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إحنا أصل تاريخنا وابتعاثنا هو من مسقط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي طبعا الشبيكة هذه الثانية، الشامية، السلمانية، المسفلة، أجياد، النقا، جرول، حارة الباب، شعب عامر، القرارة، المعابدة. طبعا لا يزعلون الأخوان يقول لك فين حاراتنا. نعم. هي مدمجة، يعني مثلا زي المعابدة تدخل تحتها مثلا الجميزة والشيشة والملاوي وكل الحارات دي، كذلك الشبيكة يدخل تحتها الهجلة ومعها. لما نجي عند المسفلة تدخل معها طبعا المسميات جميلة لازم اليوم نتطرق لها، اللي هي الدحلات، الأزقة، الأماكن. إيش معنى كلمة دحلة؟ إيش معنى كلمة ريع؟ إيش معنى كلمة ثنية؟ هذه كلها إن شاء الله خلال الحديث حنتطرق. طيب نبدأ بأول حارة. لو أحببت أبدأ طبعا، ما بدأ أبدأ بحارتي، حارة الشامية، مع إنه إن كنت بدي يعني اليوم فرصة إني أصل كلمة الشامية. هي صحيح الشامية يقصد بها أي مكان شمال المسجد الحرام، لكن حقيقة يعني، وهذا يجحف في تاريخ الشامية حينما يربطوها إن هي قبل حوالي كانت بدأت من القرن التاسع الهجري، إنما هي حقيقة تعود إلى ما قبل عصر الإسلام. مثلا الشامية بما يعرف إن هي شمال المسجد الحرام، إلا إنه هناك كانت في طبعا مواقع مهمة جدا قبل نشأة الشامية. قد يكون التسمية يمكن لها 600-700 سنة، لكن كبقعة أبدا ضاربة في التاريخ. كمثال دائما تسمعوا كلمة قاعة الشفاء. قاعة الشفاء الناس اعتقدوا إن هي نسبة لأماكن دكاكين العقاقير، هذا صحيح. نعم. لكن أصل تسميتها التاريخية تعود إلى عهد أم الشفاء، اللي هي بنت تصير والدة عبد المطلب، والدة جد النبي، اتخذت لها مكانا في أعلى الشمال المسجد الحرام فسميت قاعة الشفاء نسبة لإسمها أم الشفاء. ثم هناك طبعا نتكلم عن الشامية، نعم، نتكلم عن التاريخ، نتكلم عن مثلا سويقة اللي هي أشهر الأسواق. نعم. مكة كانت على الإطلاق أكبر أسواق مكة، يعني زي مول كبير يعني بالطول بالعرض. نعم. أكبر من ريدسي اليوم في مساحة أو في طول أو في عرضه. كذلك عندنا مثلا أسماء الأبواب اللي كانت تخرج على المسجد الحرام، وهذه كلها أسماء ما وردت اعتباط. مثلا تسمع باب الباسطية، من هو يقصد بها؟ الحافظ الشيخ عبد الباسط اللي كان أحد قضاة المماليك في ذلك العصر. باب الدريبة، الدريبة أنا كنت أعتقد إن اسم رجل، لكن بعد البحث إنه لا، هو باب درب صغير يخرجك على سويقة فسمي باب الدريبة. الداودية نسبة لأحد السلاطين العثمانيين في ذلك العصر، وهكذا إلى أن نصل. هذه كانت الأبواب المحيطة حول المسجد الحرام من جهة الشمال. وبالمناسبة لما نقول باب الزيادة، كلمة باب الزيادة وهذا باب جدا مشهور، حتى بالمناسبة لما جاءت أم كلثوم زارت مكة معتمرة أو طائعة أو حاجة، دخلت من الشامية ودخلت من باب الزيادة. باب الزيادة هو مكان ملحق بالمسجد الحرام، لكنه يأتي شيء لما يعرفه كثير من الناس، إنه باب الزيادة يأتي على حدود دار الندوة، أول برلمان في الجزيرة العربية.
لما نتكلم عن دار الندوة معروف إيش يعني دار الندوة، كان يجمع فيه زعماء